بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. كتاب الحديث للإمام محمد بن عبد الوهاب يرحمه الله، يشرحه ويعلق عليه معالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء. الحلقة 79. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أهلا وسهلا ومرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات المستمعون والمستمعات الكرام، مستمعي إذاعة نداء الإسلام، إلى هذه الحلقة الجديدة من درسنا الأسبوعي ولقائنا المتجدد في شرح كتاب الحديث للإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، والذي يتفضل بشرحه وبيانه والتعليق عليه معالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، الذي نرحب به في مطلع هذا اللقاء. فأهلا وسهلا ومرحبا بمعالي الشيخ. حياكم الله وبارك فيكم. حياكم الله معالي الشيخ وبارك فيكم. بعد أن فرغ رحمه الله تعالى من باب صفة الصلاة أتبعه بباب سجود السهو، وبعد أن فرغ منه قال رحمه الله: باب فضائل الأعمال. وعن عبد الله قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم: أي العمل أحب إلى الله؟ قال: الصلاة على وقتها. قال: ثم أي؟ قال: ثم بر الوالدين. قال: ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الأعمال تتفاضل كما في هذا الحديث. سئل النبي صلى الله عليه وسلم: أي العمل أفضل؟ قال: الصلاة على وقتها، هذا أفضل الأعمال، فلا تؤخر الصلاة عن وقتها. قوله تعالى: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، لا يجوز للإنسان أن يؤخرها متعمدا عن وقتها، فإنها لا تصح. إذا تعمد تأخيرها عن وقتها فإنها لا تصح منه. أما إذا أخرها لنوم غلبه أو لنسيان فإنه يكون معذورا شرعا، ولكن لا بد أن يصليها ولو بعد وقتها ولا يتركها، لكنه معذور في النسيان أو في النوم الذي غلبه. نعم. قال: ثم أي؟ قال: ثم بر الوالدين. قال: ثم أي بعد الصلاة لوقتها؟ قال: بر الوالدين، لأن الوالدين هما أعظم محسن عليك بعد الله سبحانه وتعالى. قال الله جل وعلا: أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير، وأوصى بهما فقال: وبالوالدين إحسانا، يعني وأحسنوا بهما إحسانا، فهما لهما حق متأكد بالبر بعد حق الله سبحانه وتعالى بالعبادة. نعم. قال: ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله. الثالث من أفضل الأعمال الجهاد في سبيل الله لإعلاء كلمة الله، وذلك بقتال الكفار، ويكون ذلك مع إمام المسلمين أو مع من وكله إمام المسلمين في المجاهدين. نعم. وحديث أبي هريرة قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي العمل أفضل؟ قال: إيمان بالله ورسوله. قيل: ثم ماذا؟ قال: الجهاد في سبيل الله. إيمان بالله ورسوله، يعني التوحيد، هذا هو التوحيد والعقيدة، وما أول واجب على المسلم توحيد الله جل وعلا وإفراده بالعبادة، هذا أولا. ثم قيل: ثم ماذا؟ قال: الجهاد في سبيل ثم الله. ثم بعد الإيمان بالله ورسوله الجهاد في سبيل الله لقتال الكفار، ويكون الجهاد مع إمام المسلمين أو نائب إمام المسلمين من أنابه الإمام قيادة الجيش. وأما أن يقاتل بدون إمام فهذا فعل الخوارج، وهذا لا يجوز في الإسلام،
نعم. قيل ثم أي؟ قال حج مبرور. النوع الثالث من أفضل الأعمال الحج المبرور، والحج المبرور كما قال صلى الله عليه وسلم ليس له جزاء إلا الجنة. الحج المبرور هو الذي أداه المسلم كما شرعه الله عز وجل، ويكون خالصا لوجه الله. ما اجتمع فيه أمران: أولا أن يؤديه على وفق الكتاب والسنة خاليا من البدع، ثانيا أن يكون خالصا لوجه الله خاليا من الشرك والرياء والسمعة أو طمع الدنيا. نعم. وللبخاري عن عائشة: يا رسول الله، نرى الجهاد أفضل العمل، أفلا نجاهد؟ قال: لا، ولكن أفضل الجهاد حج مبرور. نعم، النساء ليس عليهن جهاد، ولا يجوز أن تقاتل المرأة تخرج في الجهاد، لكن تخرج مع الغزاة تداوي الجرحى وتقوم في خدمة المجاهدين، لا بأس بذلك. أما أن تحمل السلاح وتدخل المعركة فلا يجوز، هذا ليس من حقها وليس مشروعا في حقها، ولكن جهادها لا جهاد لا قتال فيه، وهو الحج المبرور. فالحج نوع من الجهاد لما فيه من المشقة وما فيه من السفر، فهو نوع من الجهاد. نعم. وروى أحمد عن أبي قلابة عن رجل من أهل الشام عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: أسلم تسلم. قال: وما الإسلام؟ قال: أن يسلم قلبك لله عز وجل، وأن يسلم المسلمون من لسانك ويدك. قال: فأي الإسلام أفضل؟ قال: الإيمان. قال: وما الإيمان؟ قال: تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت. قال: فأي الإيمان أفضل؟ قال: الهجرة. قال: وما الهجرة؟ قال: تهجر السوء. قال: فأي الهجرة أفضل؟ قال: الجهاد. قال: وما الجهاد؟ قال: أن تقاتل الكفار إذا لقيتهم. قال: فأي الجهاد أفضل؟ قال: من عقر جواده وهريق دمه. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثم هما أفضل الأعمال إلا من عمل بمثلهما، حجة مبرورة أو عمرة. أسلم تسلم، أسلم أي أسلم قلبك لله عز وجل بالإخلاص لله والتوحيد، تسلم من النار ومن العقوبات، فالإسلام فيه السلامة. نعم. قال: وما الإسلام؟ قال: أن يسلم قلبك لله عز وجل، يخلص، يعني يسلم لله، يخلص لله في العبادة. نعم. وأن يسلم المسلمون من لسانك ويدك، وأن يسلم المسلمون من لسانك ويدك، فلا تؤذي أحدا بلسانك وتتكلم عليه، ولا ومن يدك أن تضرب أو تبطش أو تقتل. نعم. قال: فأي الإسلام أفضل؟ قال: الإيمان. قال: وما الإيمان؟ قال: تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت. نعم، رأس الإسلام هو الشهادتان، توحيد هو رأس الإسلام، الإيمان بالله عز وجل. والإيمان بالله له ستة أركان: الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، والإيمان بالقدر خيره وشره. هذه أركان الإيمان لا بد منها، ولا ينقص منها شيئا، إن نقص شيئا متعمدا فإيمانه غير صحيح. نعم. قال: فأي الإيمان أفضل؟ قال: الهجرة. قال: وما الهجرة؟ قال: تهجر السوء. وبعد الإيمان بالله الهجرة، والهجرة هي الترك، هي الترك، ورأس ذلك أن تهجر السوء وتترك السوء، وأعظم السوء الشرك بالله عز وجل، ثم ما دون ذلك من الذنوب، فتترك الذنوب جميعا،
هذه هجرة، هجرة بالقلب، هجرة بالقلب. نعم. قال: فأي الهجرة أفضل؟ قال: الجهاد. قال: وما الجهاد؟ قال: أن تقاتل الكفار إذا لقيتهم. أن تقاتل الكفار إذا لقيتهم، يعني مع الإمام، لا يكون هذا كل يجاهد، هذا مذهب الخوارج، إنما لا بد للجهاد من قيادة، بأن تكون بقيادة الإمام أو من ينيبه الإمام لقتال الكفار. قال: فأي الجهاد أفضل؟ قال: من عقر جواده وهريق دمه. نعم، هذا أفضل الجهاد، من لم يرجع بشيء، عقر جواده يعني فرسه، وهريق دمه يعني قتل أو أصيب. نعم. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثم عملان هما أفضل الأعمال إلا من عمل بمثلهما، حجة مبرورة أو عمرة. ثم بعد الجهاد في سبيل الله هناك عمل آخر هو أفضل من أفضل الأعمال، وهو حجة أو عمرة، حجة إلى بيت الله العتيق أو عمرة إلى بيت الله العتيق. نعم، هذا لأن هذا من الجهاد، لأن فيه سفر وفيه بذل مال وفيه مشقة، فهو من الجهاد في سبيل الله. نعم. وعن عبيد بن عمير عن عمرو بن عبسة أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: ما الإسلام؟ قال: إطعام الطعام ولين الكلام. نعم، ما الإسلام؟ أي ما هي حقيقة الإسلام؟ قال: إطعام الطعام يعني للمحتاجين، ولين الكلام للمخاطبين، يعني أن هذا من الإسلام، وليس هو الإسلام كله، وإنما هذا من الإسلام ومن خصال الإسلام، فدل على فضل هاتين الخصلتين. نعم، إطعام الطعام ولين الكلام، ولين الكلام. نعم. قال: فما الإيمان؟ قال: السماحة والصبر. يعني أن هذا من الإيمان، أن من خصال الإيمان السماحة وعدم الشدة، والسماحة هو الصبر، والصبر على المكاره في دين الله وفي طاعة الله. نعم. قال: فأي الإسلام أفضل؟ قال: من سلم المسلمون من لسانه ويده. نعم، هذا من أفضل خصال الإسلام، يسلم المسلمون من لسانه، فلا يؤذيهم بالكلام والغيبة والنميمة والتحريش ونحو ذلك، ويسلمون من يده، فلا يضرب ولا يبطل ولا يقتل ولا يضرب ولا بغير حق. نعم. قالوا: يا رسول الله، أي المؤمنين أكمل إيمانا؟ قال: أحسنهم خلقا. نعم، فحسن الخلق من أفضل خصال الإيمان. نعم، وحسن الخلق ملاطفة الناس والرفق بالناس وبذل المعروف لهم، كل هذا من حسن الخلق. قال صلى الله عليه وسلم: إنكم لا تسعون الناس بأرزاقكم ولكن بأخلاقكم. نعم. قال: يا رسول الله، أي القتل أشرف؟ قال: من أريق دمه وعقر جواده. نعم، القتال، أي أنواع القتال أفضل؟ قال: من أريق دمه، يعني قتل وعقر جواده، يعني لم يرجع بشيء، يخرج للجهاد في سبيل الله ولا يرجع بشيء، كله في سبيل الله عز وجل. نعم. قال: فأي الجهاد أفضل؟ قال: الذين جاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله. جاهدوا بأموالهم، بأن عانوا الغزاة وبذلوا لهم وأنفقوا على أهلهم في غيبتهم، فهذا من الجهاد في سبيله. من جهز غازيا، كما في الحديث، من جهز غازيا فقد غزا. نعم. قال: فأي الصدقة أفضل؟ قال: جهد المقل. أي الصدقة أفضل؟ قال: جهد المقل، بأن يتصدق مما يملك ولو كان قليلا، ولو كان ما معه إلا قليل، فالذي يتصدق من جهده ورزقه ضيق ومع هذا يتصدق منه، هذا دليل على قوة إيمانه وحبه للخير. وأما الذي يتصدق من المال الكثير
هذا فيه فضل وفيه خير، لكنه لا يعادل جهد المقل. هنا قال: فأي الصلاة أفضل؟ قال: طول القنوت. طول القنوت يعني القيام، قوموا لله قانتين. طول القيام هذا من أفضل أنواع الصلاة، لا سيما صلاة الليل. نعم. قال: فأي الهجرة أفضل؟ قال: من يهجر السوء. نعم، الهجرة هي الترك، ترك الشيء لله عز وجل، وأفضل أنواع الهجرة ترك السوء، يعني هجر السوء، يعني قال جل وعلا: والرجز فاهجر. فالرجز الأصنام، وهجرها تركها. نعم. هذا قال محفوظ عن عبيد بن عمير: تارة يرسله وتارة يسنده. تارة يرسله يعني يرويه مرسلا، والمرسل هو ما سقط منه الصحابي، ما سقط من سنده الصحابي وروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، رواه التابعي عن رسول الله، هذا مرسل. نعم. وتارة يسنده، وتارة يسنده يعني يذكر الراوي عن الرسول صلى الله عليه وسلم، يذكر الصحابي الذي رواه عن الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا من علوم المصطلح، مصطلح الحديث. نعم. أحسن الله إليكم معالي الشيخ وضاعف مثوبتكم. إلى هنا نأتي وإياكم أيها الكرام إلى ختام هذا الدرس من دروس شرح كتاب الحديث، شاكرين ومقدرين لمعالي شيخنا الشيخ صالح الفوزان هذا العرض والبيان. نلتقي وإياكم في الدرس القادم إن شاء الله، وأنتم على خير، والسلام.